خلينا ناخذ الزد ترانسفورم لستيب. ايش الستيب؟ عرفنا ستيب فانكشن اللي هي يو اوف تي قيمتها 0 قبل تايم 0 وقيمتها 1 بعد تايم 0 وتضلها الزد ترانسفورم. الستيب فانكشن من اكثر الفانكشنز اللي بنستعملها حتى نفحص سيستمز فيها. متذكرين اللي عملناه المره الماضيه؟ الترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن. ايش كنا عملنا؟ بنفترض انه الانبوت سيمبل، انا بعطي ستيب فانكشن عمال بصير في عندي ريسبونس وكان عندي اوفرشوت وكان عندنا ستيدي ستيت ايرور. كنا نحكي عن ستيب فانكشن. الستيب فانكشن من اكثر الفانكشنز اللي بستعملها لفحص السيستمز، بعطيها تغير فوجئ. والستيب فانكشن كانها بتحتوي على فريكونسيز كثيره، يعني كانها بتحتوي على فيرست هارمونيك وسكند هارمونيك وثيرد انفينيتي، لانه فيها هذا القطعه اللي موجوده هون، هذه التغير الفوجئ. اذا عندي يو اوف تي، يو اوف تي بتساوي 1 لتي اكبر من او يساوي 0 وبتساوي تي بتساوي 0 otherwise. اذا بدي اطبق الان الزد ترانسفورم، الزد ترانسفورم شو بيساوي؟ اف اوف زد قلنا بيساوي من ان بتساوي 0 لانفينيتي اف ان اوف كابيتال تي زد تو ذا ماينس ان، واللي هي تساوي هلا بالحاله هاي. لو بدي اطبق عليها الحاله هاي، هذه القيم راح تكون قديش عند تايم 0 و عند تايم 0 هي 1، هي 0 يعني بعتبرها عند 0 بالضبط، بعتبرها انها 1. فراح تكون عندي هلا هون 1 مضروب في زد تو ذا ماينس 1 زائد 1 في زد تو ذا ماينس 2، ايش هي بتضل قيمتها 1 زائد 1 في زد تو ذا ماينس 3. اذا هي عباره عن سميشن. هلا هاي ايش زد تو ذا ماينس؟ عندي اول وحده لازم تكون 0 مش هيك؟ زد تو ذا ماينس 0 زد تو ذا ماينس 1 زد تو ذا ماينس 2 زد تو ذا ماينس 3. Z to the minus 1 شو بتعطيني؟ 1 Z to the minus 0 عفوا 1 1 على Z 1 على Z سكوير 1 على Z. ايش بتذكركم هاي؟ جيومتريك سيريز. شو الترم الاول فيها؟ 1 اذا A هون جيومتريك سيريز A بتساوي 1 و R شو بتساوي؟ 1 over Z 1 على Z. قديش السميشن كان للجيومتريك سيريز لانفينيتي؟ تتذكروا كان 1 على 1 ماينس ار صح، بس احنا بنفترض هون انه ار اقل من 1. اذا عندي هذا السميشن راح يصير يساوي اي اللي هي 1 على 1 ماينس 1 على زد. اضرب البسط المقام في زد شو بعطيني؟ اذا الزد ترانسفورم ستيب فانكشن يساوي زد على زد ماينس 1. ايش كان اللابلاس ترانسفورم للستيب فانكشن؟ 1 اوفر